خالد السعيدي رئيس الجمعيه المغربيه للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه. كما كتعرفوا انه انطلقت واحد الحمله تكتيكيه توعويه تواصليه داخل القطاع الفلاحي بجهه سوس مساء بشراكه مع السلطات المحليه وبشراكه مع الادارات المهنيه تبع وزاره الفلاحه في المنطقه. هذه الحملات نظمت من طرف ابيفيل الجمعيه ديالنا وكذلك من طرف الجمعيه المغربيه لمنسفي الخضر والفواكه والفيدراليه المهنيه للخضر والفواكه. الهدف ديالنا هو اننا نحاولوا نستهدفوا بهذه الحمله هذه التخصيصيه التوعويه لمحاربه فيروس كورونا العاملين والعاملات ارباب العمل ارباب النقل وكذلك المحطات ديال التلفيف. القطاع ديالنا قطاع حيوي والهدف ديالنا نحافظوا على المناصب ديال الشغل داخل الاوساط الفلاحيه ونحافظوا كذلك على تزويد ديال الاسواق. ارتئينا اننا نديروا واحد اليوم غادي نخصوا به كذلك المحل السكنه وانطلقنا من بيوغرا اليوم وغادي نمشيو نجلبوا واحد العدد ديال الاحياء واحد العدد ديال الاسواق على اساس انه نبلغوا هذه الرساله مره اخرى للعمال. شيء جيد جدا انه الحمد لله كاين واحد التجاوب كبير مع المخاطبين ديالنا والهدف ديالنا من هذا التجاوب وهو انه هاد الناس خصهم يقتنعوا بخطوره الوضع والخطوره ديال الفيروس ولكن اهم حاجه هو ينخرطوا في هذه الحمله هذه ويتبنوها ويكونوا هما كذلك كيلعبوا واحد الدور تخصيصي داخل الاوساط ديالهم. مهندس زراعي منتج ومصدر الخضر والفواكه في منطقه شتوكايت بها ورئيس الجمعيه المغربيه لمنسفي الخضر والفواكه بالمغرب. كيف لاحظتوا اليوم هذه القافله وصلت منطقه بيقرا اللي هي غنيه على التعريف فيما يخص امكانيتها الانتاجيه في النسج الاقتصادي المغربي. ربما كتمثل اكثر من 50% من الخضر والفواكه الموجهه لا للسوق الداخلي ولا للسوق الخارجيه. وبالتالي احنا كمهنيين ديال الانتاج ديال التلفيف ارتئينا انه من بعد ما قمنا مجهود كبير داخل الضيعات وداخل المحطات ضد الكوفيد واللي كيشهد ليها الجميع واللي لحد الساعه الحمد لله بينت على النجاعه ديالها في مقاومه الكوفيد. والدليل هو انه عدد المصابين داخل الضيعات لحد الساعه فهو الحمد لله مضبوط وتحت السيطره. اللي بغينا نتفاداو هو انه لا قدر الله نطيحوا في سيناريوهات اخرى انه يعني بالتهاون ديال البعض يمكن انه الضيعه تسدبيبنا ما بين عشيه وضحاها. وهذا الجور كنحاولوا نتفاداو وكنحاولوا نشرحوا للاخوان والعمال ديالنا بانه راه ماشي غير الحفاظ على النفس، خصنا نحافظوا على نفسنا، خصنا نحافظوا على اللي عزيز علينا، امهاتنا، جدودنا، كل من انسان عنده امراض اخرى اللي تقدر تضاعف له الخطر ديال الكوفيد. ولكن خصنا نفهموا الناس بانه الى جانب الحفاظ على النفس يجب الحفاظ على القوت اليومي وعلى منصب الشغل. وهذا هو المبتغى ان شاء الله. غنحاول من خلال هذه القافله انه نحسوا الناس في جميع النقاط اللي فيها التجمعات السكنيه، لا تجمعات سكنيه عاديه، لا الموقف ديال العمال، لا البلاصه ديال الترونسبور الى غير ذلك. في ما كاينش شي نقطه اللي يمكن لينا نحسوا بها ونجعلوا نديروا انتباه على الخطر، لان دوزنا مرحله الحمد لله بسلاسه واحد الفتره ديال الى غايه من مارس الى غايه شهر 7 و8. ولكن اليوم المحنه الخطير اللي خداه هذا الوباء تيحتم لنا كمهنيين ان نخرجوا خارج الضيعات وخارج محطه التلفيف باش نوعيوا الناس قدر المستطاع. وشكرا. علي بودرا المدير الجهوي للاستشاره الفلاحيه بجهه سوس مسا. هذا اليوم التحسيسي اللي منظمينه الفائده التجمعات السكنيه انطلاقا من المدينه ديال بيوغرا كيجي من بعد اليوم التقييمي اللي درناه في المرحله الاولى واللي يبين بانه كاين نقص ديال التحسيس على مستوى التجمعات السكنيه من المدينه ديال بيوغرا. ومن بعد غادي نتوزعوا السبعه ديال الفرق، كل فريق غادي يشد اتجاه على اساس انه نحسوا جميع الدواوير والتجمعات السكنيه اللي تابعه للمدينه ديال بيوغرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد.
وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.